طبعا من خلال عملي كمحامية في المحكمة لاحظت أنه أكثر النساء في المجتمع يعانون من موضوع الجهل بالقانون، يعني حتى مثلا موضوع أنه الدستور، هل مثلا الدستور مثلا أكثر النساء يعرفن أنه الدستور هذا متواجد مثلا بالسوق، يعني غير متواجد، غير أنهن لم يقرأين هذا الموضوع. كذلك مثلا المجتمع يعاني أيضا أنه القوانين اليمنية مثلا غير متوفرين مثلا، او انهم على غير اطلاع لهذا الموضوع. كمان لاحظته في المحاكم كثرة القضايا الشخصية التي تعاني منها المرأة، مثلا كقضايا النفقة، كقضايا مثلا الحضانة، قضايا مثلا الزواج بالزوجة الثانية، قضايا الفسخ، يعني هناك العديد من القضايا التي لامستها في الواقع. عندما لاحظت الجهل المستشرى داخل المجتمع بالذات فيما يخص المرأة، فكرت في مبادرة كذا بسيطة، إنني عبر مثلا مواقع التواصل الاجتماعي إنني أبدأ أنشر مثلا نصوص المواد القانونية الخاصة مثلا بالمرأة، وهناك شرح يعني مختصر لهذا الموضوع، كذلك يعني مثلا تأييد الشرع في ذلك. كمان يعني المواضيع الحساسة يمكن إحنا ندخل في الخاص، مثلا إذا أحد دخل مثلا يسأل في تعليق أو كذا. فكانت هذه المبادرة يعني انطلاقة، يعني ربما يمكن تتطور في المستقبل إلى مثلا شيء كبير في ذلك. لكن لاحظت في هذه المبادرة إنها كانت يعني لمست الكثير من النساء، يعني طبعا الموضوع كان ما ياخذش مني يعني مثلا وقت كبير، بس الموضوع إنه التحديات في هذه المبادرة برغم إنها كانت مبادرة يعني بسيطة، يعني عبارة عن منشور بسيط لشرح مواد القانون، لكن لاحظت أن كانت الصعوبات في أن هناك فئة مثلا من المثقفين مجتمعيا ومعروفين مثلا في الأوساط المجتمعية دخلت تحدثني في الموضوع، تقول لي أنني أعمل على التحريض على الطلاق وعلى مثلا الذهاب إلى المحاكم. كمان موضوع يعني حكاية أنني مثلا أضع منشور، كان في بعضهم يقولوا الأفضل كان مثلا إذا لماذا لا تفعلي مثلا صور فيديوهات بسيطة لجذب الانتباه أكثر. فهذه هي الصعوبات التي واجهتني، يعني أنا وقفت الآن حاليا بسبب أنني أنظر في الموضوع من زوايا مختلفة. لكن يعني اللي صدمني بالواقع اللي هو موضوع انه مثلا هناك تحريض، يعني كيف كان تحريض بهذا الموضوع، والموضوع كان عبارة عن توعية بسيطة. نحن نعيش في مجتمع ذكوري، يعني نشوف مثلا ان المرأة احيانا حتى اذا وصلت الى مناصب عليا هناك من يردعها عن ذلك، وذلك بسبب السلطة الذكورية في المجتمع. كمان نلاحظ انه العادات والتقاليد تلعب دور كبير، يعني مثلا ان المرأة مثلا ما تذهبش المحاكم، يعني لحد الآن انا اعرف هناك نساء كثيرة لا تذهب الى المحكمة بحجة ان التي تذهب للمحكمة قية شرف، هذه مثلا ليس لها مروءة، يعني من هذا القبيل. انا اتمنى انه اعرف مثلا ان جميع النساء في المجتمع يعرفوا ان هناك دستور ويقرأوا هذا الدستور، يعرفوا ان هناك معنا قوانين، ما هي هذه القوانين. انا اتذكر عندما كنت طفلة كانت الفضائية اليمنية تلعب دور كبير، وكذلك القنوات الرسمية في المجتمع عندما كانوا مثلا يحبوا ان يوعوا المجتمع كان عبارة عن مثلا فيديوهات توعوية كذا بسيطة تلامس، كان نحن اطفال تلامس، واتذكر يعني هذه هي مثلا الفيديوهات ألامس، يعني اطمح في المستقبل ان هذه مثلا التوعية تكبر تصبح يعني في متناول الجميع في كل بيت، من يتبنى هذه الفكرة يعني سنقف جميعا مع بعض للتوعية بهذا. يعني هناك في قوانين، يعني بعض المواد تمييزية، يعني احنا قد ناقشنا هذا الموضوع في ندوات خاصة كان تم وضعها في المجتمع، اللي هي هناك قوانين تمييزية وذكرنا هذه القوانين التمييزية وما هي المواد بالذات التي يعني تقلل من حق المرأة في بعض الحقوق وتميزها عن الذكر. في جحف مثلا في موضوع النفقة، في بعض الأشياء التي مثلا المرأة حتى لو عملت عملية توعية في مثلا من دخل وعلق، ومن النساء مثلا رفضن قالوا أن هذا مثلا القانون فيه إجحاف، هذه المادة المفروض مثلا نعمل فيها مثلا
قضية رأي عام. يعني في هناك يعني في هناك لما يعني مثلا حتى كنتوا مسألة التوعية، أشوف أن في نساء كان يدخلوا في مثلا في التعليقات يقولوا أنا أول مرة أسمع أنه في قانون كذا، في مادة تتكلم على هذا الموضوع. يعني لامست الجهل يعني بشكل يعني قريب جدا يعني أثناء حكاية التوعية في المنشورات. لا ليست منصفة يعني بالأمانة. في بعض مثلا نصوص المواد عندما كنت أذكرها كانت منصفة، وفي بعض النصوص القانونية كانت غير منصفة. يعني يمكن نحن نعمل عملية الضغط على صناع القرار يعملوا على إعادة مثلا تعديل هذه المواد. يعني أتمنى أني مثلا أنا لما بدأت المبادرة عبارة عن منشورات صغيرة، يعني أتمنى أنه مثلا مستقبلا وأطمح أني مثلا تكبر هذه المبادرة. كنت ألاحظ أنه الكثيرين من مثلا ينضموا إلى هذه المبادرات، كنت أتمنى أن احنا نسير في هذا الموضوع ولا نتوقف.